والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة العافية ونعمة التواصل، ونسأل الله أن تكون هذه الحلقات حجة لنا لا علينا، وأن يسوق على ألسنتنا كل ما هو نافع ورافع لكل البلاءات التي نزلت بهذه الأمة المباركة. نشوف فيديو ونرجع لحضراتكم. رجعنا لحضراتكم. طبعا لازم انوه ان الارقام الوحيده الخاصه بي هي الارقام اللي بتتعرض على حلقات الجواب الشافي او على الشريط اللي تحت اللي بنوه عن موعد الحلقات. والبرنامج الوحيد الخاص بي على هذه القناه هو برنامج الجواب الشافي، وليس لي اي برامج اخرى. واذا كنت انا نوهت لبعض الملفات الاخرى اللي بتستغل الحلقات بتاعتي وبتروج من خلالها لعقاقير لا أعلم عنها شيئا، فمن ضمن هذه الشركات شركة ماليزية كانت تنتج الفطر الريشي، وأخذت بعض اللقطات عندما تكلمت عن هذا العقار وروجت على هذه المقاطع بأرقام خاصة بها، وتم مراجعتهم و يعني تفهيمهم وتعريفهم أن ذلك لا يجوز شرعا، وأن ذلك محرم في دين الله تعالى، ولا يجوز أن ترتزق ولا أن تتسلق على أكتاف غيرك. فرجعوا واعتذروا وأزالوا هذه المقاطع من على المواقع الإلكترونية، وهم أكثر حظا وأفضل حالا من غيرهم، لأن الله تعالى من عليهم بالتوبة والإنابة. أما أي إنسان يعني يأتي بعلاج مغشوش فليس لي به أي علاقة ولا أعلم عنه شيء. الكلام الأساسي إذا كان متعلق بالشركة الألمانية أو العقار الألماني، فلا علاقة لي به ولا أي صلة من قريب ولا من بعيد، ولا أعلم عنه شيئا، لا أشكك فيه ولا أمدح فيه ولا أذمه ولا أحكم على شيء، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقد تركت هذه الشركة وهذا العقار منذ ما يقرب من 3 سنوات، وبالتالي من السفة أن أنوه أو أن أتكلم أو أن أتعرض لأي شيء أنا لا أعلم عنه شيئا. فليس لي أي علاقة بالعقار الألماني من قريب ولا بعيد، في ذم أو مدح، في تشكيك أو تثبيت، فذلك الأمر مجهول جهالة كاملة بالنسبة لي. بس لأن أحب أن أنا طبعا برضو أؤكد عليه لحضراتكم أن أنتوا أي حاجة عرفتوها عرفتوها من خلالي، وثقتكم فيا دي أمانة أمام الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرر أنه من استرعاه الله رعية ومات يوم يموت وهو غاش لرعيته لا يشم رائحة الجنة. فمن يعني إذا كنتم قد وضعتم ثقتكم في أي شيء بناء على تعاملكم معي أو على أي شيء جعله الله تعالى فتحا لقلوبكم في التعامل معي، فهذه أمانة، ولا أبيع ديني ولا آخرتي بدنيا غيري أبدا. أنا بقول لحضراتكم من أول الموضوع لحد آخره، أنتوا اللي بتعاملوا مع أي حاجة بتعاملوا معها من خلالي. فرجاء الأرقام الوحيدة الخاصة هي الأرقام اللي معروضة على الحلقات دي، وأي أرقام تانية ليس لي أي علاقة بها. وأنا دايما أنتوا عارفين أن أنا بجيب لكم أحدث حاجة وأفضل حاجة وبأقل سعر، وهعرض لكم الحاجات الجديدة، ومش هتكلم كتير على اللي فات، لأن احنا عارفين أن كل يوم في ثورة ثقافية عامة سواء في الطب أو في غيره، وأنا مطالب شرعا ألا أخون مريضا وضع ثقته فيه. فالشرع يحتم ويعين علي أن يعني أدله على أي شيء يرفع به الله تعالى عنه هذا البلاء وهذا المرض، حتى لو كان هذا الشيء عند يهودي أو نصراني أو حتى كافر. فالقضية قضية أمانة ومشورة، والمستشار مؤتمن، ونسأل الله تعالى التجرد والإخلاص والحيادية في التعامل مع المرض.
احنا طبعا عندنا حاجات بفضل الله سبحانه وتعالى بقت تخلص المواضيع. يعني اذا كان فيروس سي لحد فتره قريبه ما كانش له علاج، فاحنا عندنا حاجه بتخلص الموضوع من خلال اسبوعين ثلاثه ونخلص من القضيه، بدل ما العين يقعد يلف سنين وما وصلش لحاجه. موضوع تليف الكبد وموضوع فيروس بي والامراض المناعيه دلوقتي، الفرق اللي انا بحاول ان انا اوصله معاكم، انا عندي انظمه علاجيه متخصصه بدل الادويه العامه اللي بترفع المناعه او بتقوي جهاز المناعه. انا بالظبط كان عندي سلفه قبل كده بعالج بيها الميكروبات، مضاد حيوي. مش معقول بعد ما اخترع واكتشف مضادات حيويه زي التينام والتيفانك والحاجات القاتله لاي ميكروب دي، ان انا هرجع للسلفه. وما ينفعش ابدا واحد عنده لوز وفيها التهابات هتعمل لي صديد اقول له خد مضاد حيوي واسع المجال. انا كده على ما يبدا المضاد الحيوي يشتغل هيكون عامل صديد وخراج، او واحد عنده زايده يكون انفجرت وعملته تسمم في البطن ومات، او واحد عنده التهاب شعبي ولو اديته مضاد حيوي عادي ممكن يخش في التهاب رئوي وموت. دلوقتي بقى عندي حاجات متخصصه، بعمل مزرعه زي اللي بيعمل مزرعه للميكروب وبنشن على المضاد الحيوي اللي بيقضي عليه تماما ويبدا يوصفه للعيان. حضراتكم عارفين طبعا قصه المزارع اللي بتتعمل في المعامل عشان نشوف المضاد الحيوي المناسب. الفرق دلوقتي ان انا عندي مضاد زي ادويه وانظمه وعقاقير متخصصه، بعد ما اعمل الابحاث والتحاليل والاشعاعات وناظر الحاله واحدد المشكله واحط ايدي على الجرح واتعامل مع المشكله فقط، بقى شغل متخصص محدد على حسب نوع كل مرض. هعرض لحضراتكم نموذج من النماذج دي ونشوف واحد من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليهم، وبعد ما كان ليس له اي طريق اخر غير ان يقوم بزرع كبد، والا يعني سوف يكون النفق مظلم والطريق مجهول وليس له نهاية الا الموت في شهور قلائل. نشوف واحد من العلماء الأجلاء من الأساتذة في جامعة الأزهر، من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى اللي كلامه أنا بعتبره سلاسل من الذهب. عشان كده جبت لكم المفاجأة دي النهاردة علشان يبقى برنامج دعوي طبي ونشوف الإعجاز الطبي اللي ربنا سبحانه وتعالى والأسرار اللي بحطها فيما أودع من خلقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الجليل، يا مرحبا. يا مرحبا، ازيك استاذنا؟ الله يبارك فيك. احنا عايزين كده يعني تتحفنا وتتحف المشاهدين باسلوبك الراقي وكلامك الطيب اللي بيأصل الامور تأصيل شرعي على القرآن والسنة، واحنا في امس الحاجة ان احنا نرجع ونرد انفسنا لشرع الله تعالى ودينه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيك ويحفظك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، في البداية يعني أقدم خالص الشكر والتحية للقائمين على قناة الصحة والجمال، وشكر خاص أيضا لأستاذ الدكتور إبراهيم سليمان حفظه الله تبارك وتعالى، جزاك الله خير. كما أشكر المشاهدين الآن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى. لكن يا أستاذ فضيلة الدكتور، يعني في أن أذكر بعض الأمور قبل الحديث عن حالتي، هل يسمح؟ تفضل. طبعا بعض الناس يتعلقون بمسائل المادة ويعتقدون أن الدواء في حد ذاته هو العلاج، وهذا أمر ينبغي أن نتنبه إليه. فالله تبارك وتعالى هو مسبب الأسباب، والله تبارك وتعالى هو الذي بيده كل شيء، كما ذكر الله تبارك وتعالى بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فمن للعباد غيره ومن يدبر الأمر ويعدل المائل، من يشفي المريض ويرعى الجنين في بطون الحوامل، من يجيب المضطر إذا ما دعاه وما استعصت على قدرته المسائل، من لنا إذا انقطع الرجاء وتقطعت بنا الأسباب والوسائل، لا إله إلا الله هو الإله الحق وكل ما خلاه باطل. الله تبارك وتعالى قد قال: وإذا مرضت فهو يشفين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: تداووا عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى ما أنزل داء إلا جعل له دواء. فبفضل الله تبارك وتعالى الدواء موجود، لكننا نحتاج أن نتعلق بالله تبارك وتعالى أولا،
ثم بعد ذلك نتطرق بالأسباب. وطبعا قبل أن أسرد حالتي أيضا أقول لكل مريض يسمعني ويشاهدنا الآن أن بعض الناس قد يعتقد أن الابتلاء كله غضب من الله تبارك وتعالى، وهذا الأمر ليس بصحيح، لأن الله تبارك وتعالى قد يبتلي الناس ليرفع من درجاتهم، كما كان ابتلاء الله تبارك وتعالى لأنبيائه وللصالحين من بعدهم أشد الناس بلاء، الأنبياء فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، ويبتلى بعض الناس أيضا لأن الله تبارك وتعالى يخفف عنهم خطيئاتهم في الدنيا، وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه وما عليه خطيئة حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، كما قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طبعا أنا ما أتكلم هذا الكلام إلا لأن هذا الكلام أصل أصيل، وهو الذي نعتمد عليه وهو الذي نتكل عليه، لأن الدواء لن يفعل فعله إلا إذا كان العبد متعلقا بالله تبارك وتعالى. فثق بالله تبارك وتعالى وكن على يقين بأن الله تبارك وتعالى أرحم على العبد من الأم على ولدها، وبأن الأمر ليس كله شر بل فيه خير، كما ذكر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. إننا نرى بعض الناس حينما يثمر ثمرهم وتعلو النخل باسقات، وحينما ينضج محصول العنب أو يبدأ في النضج، فإنه يأخذ آلته ويصعد على النخلة، ويأخذ آلته ويدخل على بستان العنب، يقطع الأوراق ويقطع بعض الأغصان ويرميها خارجا. يعتقد بعض الناس أن هذا الأمر شر، لكنهم لا يعلمون أنه لو ترك هذا الأمر على حاله ما أثمرت النخل وما أنتج العنب. فرب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. فهذه دعوة لكل مريض أن يتعلق بالله تبارك وتعالى أولا، لأن والله أولا وآخرا الأمر الأول المهم في العلاج هو نفسية المريض وارتباطه بالله تبارك وتعالى. أحسنت يا دكتور المريض. حضرتك يعني أتحفتنا، بس احنا برضو متشوقين نعرف الخلفية لهذا الكلام، يعني الكلام ده على أي خلفية حضرتك بتقوله؟ ولان يعني طبعا اكيد الكلام ده له اصل ومغزى، ونفسنا حضرتك تعرض لنا الموضوع قبل ما الحلقه تخلص. طيب بالنسبه لحالتي، طبعا فوجئت باني مصاب منذ فتره بانتفاخ البطن وكبراء عن حجمها، وبدا الامر يزداد يوما بعد يوم، وتورم في الساقين، ودم يتدفق مني ليل نهار، لا أستطيع النوم ولا أستطيع أن أتحرك، وبدأت الحالة في التدهور يوما بعد يوم. ذهبت إلى كثير من العيادات، من عيادات الأطباء، لكنني لم أجد عندهم علاجا، وكان بعض يقول نريد زرع للكبد، نريد زرع للكبد، فيصيبون الإنسان بالإحباط واليأس، لكن اليأس أو اليائس حاله كحال من يشرب من بحر مالح، كلما شرب كلما ازداد عطشا. ويعني أنفقت مبالغ كثيرة جدا جدا لا طائل تحتها حتى أجد علاجا، أو حتى أجد من يدلني على من يرشدني إلى الله تبارك، إلى طبيب يكون سببا في شفائي. وبفضل الله تبارك وتعالى من الله عز وجل علي بالأستاذ الدكتور إبراهيم سليمان حفظه الله، وقد عملني معاملة كريمة والحمد لله رب العالمين. يعني لا أقول منذ سنوات أنا يعني في العلاج معه، ولكن أقول منذ شهور والحمد لله رب العالمين الحال تغير تماما، الفيروس فيروس سي انتهى تماما، حتى التليف بفضل الله تبارك وتعالى مقارنة بالأشعة القديمة مع الأشعة الحديثة بدأ التليف يقل. مع استمرار العلاج أحسست براحة كبيرة جدا جدا، ما عاد يوجد ماء، ما عاد يوجد انتفاخ في البطن، ما عاد يوجد تورم في القدم، أمارس حياتي طبيعية جدا جدا، ما في أي شيء ولا في أي مشكلة بالنسبة لي بفضل الله تبارك وتعالى. أنا والله يعني أنا سعيد جدا جدا جدا، وأنا أكرر ما قدمت هذه المقدمة ليست خطبة أو ليست مقالا، وإنما أقدمها
حتى أقول للذي بدأ اليأس يدب في قلبه: لا تيأس لا تيأس لا تيأس. فرحمة الله تبارك وتعالى واسعة، والله تبارك وتعالى لطيف بعباده. هذا ملخص حالتي، ولو كان الأمر في إطالة لذكرت النسب القديمة والنسب الحديثة وما كان قبل ذلك وما كان الآن. أنا يعني أنا نفسي لا أصدق نفسي الآن في الحالة التي أمر بها بفضل الله رب العالمين. طيب انا فاكر التحاليل القديمه كانت الصفائح الدمويه 60,000، ودي اللي كان نعم كان عامل لك نزيف من الفم تقريبا طول الوقت. دلوقتي بقت 161,000. نعم الصفره كانت فوق الثلاثه، دلوقتي حاجه واحد وحاجه عشريه يعني في الطبيعي. الالبومين كان 2.5، طبعا ده اللي كان عامل استسقاء شديد والميه كانت داخله على الرئتين. وانا شفت منظر حضرتك اول مره وتاني مره كأنك واحد تاني، يعني البطن اللي كانت يعني تقترب من يعني معذرة للشهر السادس، الشهر السادس يعني كأن يعني جنين داخل هذه البطن وعمره 6 شهور. أنا بقول الكلام ده قدام حضرتك عشان أنت تراجعني وتكذبني، لأنك أنت أكثر أمانة وثقة من أنت يعني يستغل أو يستخدم كلام حضرتك في ان احنا نروج لاي حاجه ترويج مغرض. فاي حاجه اقولها لحضرتك انت كذبها او ثبتها او صدقها للساده المشاهدين. يعني كانت البطن وصلت لمرحله من ضغط الميه على الاحشاء وعلى الرئتين لوضع لا يرجى ابدا ان الميه دي هتنزل ابدا الا بعمليه زرع كبد والورم اللي في الرجلين والدوالي في المريء والصفره اللي كانت عامله لحضرتك اعراض طبعا حساسيه وهرش، وفضلا عن اعراض الجهاز الهضمي لان الكبد ما بيفرزش الانزيمات بتاعته، ففي عسر هضم وفي امساك مزمن وفي فقدان للشهيه وحاله اعياء ومش قادر تواصل حياتك اليوميه او انك تشوف شغلك كاستاذ في صحيح الجامعه. صحيح يعني ده التصور اللي كان عندي بالنسبه لحضرتك واللي انا فاكره. فايه بقى يعني هل ده فعلا الواقع اللي انا فاكره ولا في حاجه كانت مبالغ فيها؟ لا طبعا، ومعظم الناس لاحظوا وبدأت الناس تسأل، حتى ان الناس عرفوا المرض اللي عندي بدون ما اذكر لاي واحد اي حاجه، يعني لدرجه ان انا انقطعت عن الذهاب الى بلدي من اجل كثره سؤال الناس حتى يمن الله تبارك وتعالى علي بالشفاء، وقد جعلك الله تبارك وتعالى سببا بفضل الله رب العالمين. انا نفسي طبعا قلت لك مساله النوم بالليل وبالنهار ديت يعني يكاد يكون امر لا انام يعني الا ربما ساعه او ساعتين، واقوم من الساعه او ساعتين الدم يخرج مني. مسألة الصلوات كنت أتوضأ ل3 أو 4 صلوات حتى لا أتوضأ مرة أخرى بسبب الدم الذي يخرج من الفم. كنت بتجمع صلوات؟ نعم. والحالة العامة وحالة يعني الوضع العادي الحركة اليومية بتاعتك إن أنت تروح الشغل أو تمارس حياتك العادية؟ والله كنت أحاول قدر المستطاع أتهرب قدر المستطاع، وهذه حقيقة يعني أقلل من الذهاب قدر المستطاع، أنا حتى ناهيك قلت بقى لك عن ال... أنا قلت ناهيك لك عن الأموال التي أنفقتها والعيادات التي مررت عليها. أنا قلت لحضرتك أنت حلك الوحيد الزرع. قلت لي لا، أنا جاي ويقين ومش على الله حضرتك ونتوكل على لوحدك يا الله. دكتور. نعم نعم ومش حضرتك لوحدك، يعني أكثر من واحد قال لي هذه المسألة، صحيح. حتى من يستحي ذكر للي كان معي لما كنت بروح لدكتور اكشف كان يقول للي معايا يريح نفسه ويزرع افضل، يعني لانه في الاخر هيحتاج زرع، هيزرع. وكان الكلام طبعا انك لو ما زرعتش خلاص الموضوع بالنسبة لك يعني بداية النهاية. والله يعني سبحان الله، اسال الله تبارك وتعالى واكرر، اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلك سبب لشفاء او شفاء مرضى المسلمين. آمين وهذه آمين. والله بشرى، والله ليست مجاملة، أنا لا أجامل على حساب الصحة والمرض، أنا أعرف كم معاناة الناس الآن، ولكن ليست مجاملة بفضل الله تبارك وتعالى، من الله تبارك وتعالى علي وجعلك سببا. أنا عارف إن ربنا حضرتك يبارك فيك ويحفظك. آمين يا رب العالمين. عارف إن حضرتك وضعك حساس ومش عايز يطلع معايا مباشرة، بس أنا هسجل مع حضرتك مرة في القناة المباركة دي، نسأل الله تعالى أن يحفظها ويطهرها ويجعلها نافذة دعوية طبية. وحضرتك تشرفني وتطلع معايا برنامج مسجل ومش هطلقه إلا لما حضرتك إن شاء الله كده تطمئن إن احنا محتاجين إن احنا نقيم الحجة على الناس في عرض هذه الحالات حتى
يعني يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ودي أمانة مكلفون وموكلون من قبل الله تعالى بها. وانا اكرر والله كلماتي يا دكتور بعد اذن حضرتك، بقول لكل مريض لا تيأس لا تيأس، رحمة الله واسعة، والفضل بفضل الله تبارك وتعالى كبير، والله تبارك وتعالى جعل الاسباب. انا اسأل الله ان يهدينا الاسباب الخير جميعا، وان يهدينا الى طبيب يكون سببا في علاج هذه الامراض. جزاك الله خيرا، نسأل الله تعالى ان يجعل هذا الكلام يعني في ميزان الحسنات، ورب سامع اوعى من مبلغ، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، قد يكون نيتي يعني فيها دخن، اما احسبك ولا ازكيك على الله ان قصدك ونيتك وسعيك في هذا الكلام لا تبتغي به الا وجه الله ورفع هذه البلاءات التي ليس لها علاج الى هذه اللحظه، ولكن رحمه الله تعالى واسعه، ولا تزال آثار رحمته تتنزل على خلقه من كمال لطفه وجوده وكرمه سبحانه جل شأنه. يعني كان أستاذنا العالم الجليل طبعا ده ملخص بسيط وملف بتاعه وحالته الإكلينيكية. أنا نفسي يعني لو كان حد حكى لي يعني ممكن لا أصدق هذا الكلام كطبيب، ولكن كمسلم متيقن أن الله تعالى قادر على كل شيء، وأن الأسباب لا قيمة لها، ويعني لا يبقى أمامك إلا أن تخطو هذه الخطوات وتأخذ بهذه الأسباب بعد أن يكون توكلك ويقينك على الله سبحانه وجل شأنه. كنت أبدا لا أصدق هذا الذي حدث، ويعني أنا طبعا عندي حالات كتيرة جدا، بس أنا بأؤثر وبأفضل إن أنا أجيب الناس المتكلمين المثقفين أصحاب اللسان اللي يقدروا يوصلوا الرسالة دي، لأن أنا بقول لكم دايما إن أنا بشتغل في منظومة كاملة، سواء من خلال الأطباء والأساتذة أو من خلال المرضى المحتسبين اللي بيساعدوني على توصيل الرسالة دي للناس. هنشوف فيديو تاني مع حضراتكم عشان تعرفوا إن مفيش يأس من رحمة الله سبحانه جل شأنه. عايزين نفهمها للناس كويس. هو طبعا كان معانا الاستاذ دكتور شعبان الازهري، وده واحد من اكبر اساتذه امراض الكبد والفيروسات في مصر، وهو كان معايا في المنظومات القديمه ودلوقتي معايا في المنظومات الجديده، وقال لحضراتكم ان الاول كانت حاجات تصبير لحد ما نلاقي حاجه فعلا تخلص الموضوع. الحقيقه ان احنا عندنا فعلا بروتوكولات جديده عملت يعني انقلاب، ويمكن الكلام ده مش اي حد يعرفه، دي تاثيرات احنا بنشوفها وربنا بيطلعنا عليها من خلال التعامل مع المرضى، ولا هي موثقة ولا معمول عنها أبحاث ولا حد يعرف الكلام ده. يعني احنا بندي العلاج لحاجة معينة، واحد عنده فيروس سين وفجأة انه بياخد معاه مثلا حاجة معينة، ندي علاج لتليف الكبد بيصلح مثلا معاه حاجة تانية. فبنبدأ نرصد مع خلال منظومة الأساتذة اللي معايا والباحثين التغييرات والتأثيرات اللي بتحصل، وهو ده السبق وهو ده التميز، وهي دي الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى من بيها علينا من فضله وكرمه. أكد بقى كلام الدكتور شعبان والمداخلة الأولانية بحالة صغيرة قوي ملخصة عن حالة برضه تدهور في الكبد، والموضوع وصل استسقاء ودوالي وصفرة ومرم في الرجلين وكان على وشك الغيبوبة الكبدية والموت. نشوف خد واحد من الأنظمة دي إيه اللي حصل له. فيديو مع حضراتكم. طبعا بدون تعليق، في تعليقات كتير وحاجات كتير تابعونا على الحلقات يوميا، نسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة العافية والتواصل، وأن يجعلنا سببا لشفائكم، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.